السلام عليكم. بإذن الله احنا هنكمل ان شاء الله الليسون 2. كنا بدأنا فيه وخدنا منه جزء كبير، كنا اتكلمنا عن speed of chemical reaction، كنا بدأنا نتكلم عن الفاكتورز افكت اون speed of chemical reaction، وخدنا 4 فاكتورز. اول فاكتور كنا خدناه اللي هو nature of reactor، خدنا فيها حاجتين اللي هو kind of bond، خدنا حاجه اسمها surface area. نمبر 2 خدنا حاجه اسمها concentration of reactor. نمبر 3 كانت temperature of reactor. ده شرحناهم الحصه اللي فاتت. عندنا الحصه دي بقى نتكلم عن اخر فاكتور اسمه ايه؟ كاتاليست. ايه الكاتاليست ده يا مستر؟ في سبستنس بتعمل ايه؟ تشينج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن، بتغير من السبيد اوف كيميكال ايه؟ رياكشن. ازاي يا مستر؟ زي مثلا عندنا سبستنس اسمها هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد ده رمزه H2O2. لما جيت احطها في البيكر او الفلاسك اللي عندي الاقي فيه بابلز، حاجه اسمها جوكم بروز بيتفكك عن طريق ان هو بيعمل بقى ابزورب انرجي من السراوندنج من المحيط. بيتفكك احنا حكينا الاوصال دي كومبوز انتو ايه؟ H2O هو عندي اللي هو الووتر بلس اكسجين جاز. طبعا الاكسجين جاز ده هو ده البابلز اللي طالع عندي. انا عندي كده الووتر والاكسجين هو ده البرودكت الناتج اللي خرج. الماده دي اسمها ايه؟ الاسم بتاعها هيدروجين بيروكسيد. تحس ان هو الفورمولا بتاعته او الرمز بتاعته شبه الووتر بالظبط. H2O2 يحصل له ديكومبوز انتو تو سبستانس، عندي الووتر والاكسجين. خلي بالكم الايكويشن هنا نوت بالانسنج، انا عاوز اعمل لها بالانس. لو جينا بصينا هنا H2 هنا H2 هنا، لو بصينا على الاو هنا فيها O2 هنا في كام او عندي؟ ادي او او 2 يبقى 3، عاوز اعمل لها بالانس احط هنا 2 كده. لو عندي كام او بعد الاكسجين هلاقي في عندي 4 او، ما 2 دخل على 2 يبقى 2، اقعد اعمل هنا 2 يبقى كام 4 او، عاوز اخليها الاو 2 ده لازم يكون عندي في 2 مولكيولز من الهيدروجين بيروكسيد، هيتفكك في 2 مولكيولز من الووتر و1 مولكيول من ايه؟ من الاكسجين. الكلام ده بيحصل بس بيكون سلو رياكشن بطيء. يعني ممكن ياخد مثلا 10 مينتس. انا عاوز اسرعه. اخلي الديكومبوزنج ده يكون فاست. اعمل ايه؟ اجيب عندي كده بلاك سبستنس او كيميكال سبستنس احطها هنا مثلا. احط منها 5 جرام. المادة اللي أنا حاططها دي اسمها إيه؟ المادة اللي أنا حاططها دي الكيميكال فورمولا بتاعتها MnO2 اسمها مانجانيز دايوكسيد. مانجانيز دايوكسيد خلي بالك وما تتلخبطش مع مغنيزيوم، هنا اسمها مانجانيز. أول ما أحط المادة دي هنا يا مستر ألاقي الأماونت أوف بابلز إنكريز، بدأت تزيد أو حصل ديكومبوزنج فاست سريع. ليه يا مستر؟ المادة دي هي ده اكزامبل على الحاجة اللي احنا بنقول اسمها ايه؟ كاتاليست. يعني هنحط هنا على MnO2 يعتبر اكس اس اي كاتاليست. الكاتاليست هنا عملت ايه؟ سبستنس انكريز سبيد اوف كيميكال ريأكشن، سرعت الرياكشن، خلت الرياكشن يتم فاست. يبقى انا عندي هنا اكزامبل على الكاتاليست اللي هو ايه؟ مانجانيز دايوكسيد. يعني كيس 1 الاولانيه كان الهيدروجين بيروكسيد موجود لوحده، فكان الديكومبوزنج سلو بطيء. فانا اول ما حطيت المنجنيز دايوكسيد بقى عندي ديكومبوزنج فاست. يبقى ده عمل ايه؟ تشينجينج سبيد اوف كيميكال ايه؟ رياكشن. يبقى الكاتاليست دي معناها ايه؟ او الديفينيشن بتاعها سبستنس بيتغير ان سبيد of chemical reaction.
يبقى ماده بتسرع من الكيميكال دي او بتغير من السبيد اوف كيميكال رياكشن، بس هي ما بيحصلهاش اي حاجه without changing. يعني يا مستر الماده اللي انا حطها دي لو هي 5 جرام هيفضلوا 5 جرام، طب هي الكلر بتاعها بلاك هيفضل الكلر بتاعها بلاك، يبقى هي doesn't change. هي عملت ايه يا مستر؟ هي دخلت بس الرياكشن سرعت الرياكشن بتاعها. يبقى عندي هنا اول اكزامبل على الكاتلست اسمه مانجانيز دايوكسيد. كده انا فهمت يعني ايه الكاتلست. Substance that change the speed of chemical A reaction without it changing. بدون ما تتغير. خدنا اكزامبل اللي هو اسمه مانجانيز دايوكسيد. مانجانيز دايوكسيد. عمل مانجانيز دايوكسيد ده بوندد ارتبط بده. الرياكتنت بعد كده السيبريت انفصل. فضل زي ما هو. يعني الاماونت بتاعته فضل كونستنت. ولا بتزيد ولا بتقل. طبعا احنا كنا خدنا قبل كده لو تفتكروا كل ما يركز معايا كان في الحصه اللي فاتت كان عندنا كده كنا نكتب هنا كونسنتريشن نكتب هنا تايم كان عندنا في كده 3 كيرف او الكيرف كده الكيرف الثاني والكيرف الثالث لو تفتكروا على هنعملها على الايكويشن دي او الايكويشن اللي عملناها دي مين اللي كان يا مستر الكونسنتريشن بتاعه هاي ولا ايه؟ عندنا اللي هو الرياكتنت اللي هو من عندي هقول 2H2O2. طب ومين يا مستر عندي؟ البرودكت اهم وزاد كان الكونسنتريشن بتاعه 0 زادوا عندي هقول مين؟ H2O جنبه كان عندي كام مولكيول؟ 2 والاوتو جنب كام مولكيول 1 يبقى الاكثر والفوق 2H2O وعندي ما هو 2 واحد يا مستر بتاع الكاتاليست بص بقى معايا في حته دي هزودها بقى احط لي هنا اروح اعمل كده ايه يا مستر ده كونستنت ولا هو زاد ولا هو قل ولا حصل له انكريز ولا حصل له ديكريز مين ده بقى يا مستر ده اللي هو الكاتاليست اللي عندي اللي هو مين يعتبر ام ان او 2 خلي بالكم من الحته دي يبقى انا عندي هنا في الجراف ده عرفت مين اللي حصل له الكونسنتريشن بتاعه ديكريز عندي اللي هو الرياكتنت طب مين الكونسنتريشن بتاعه انكريز اللي هم البرودكت طب مين الكونسنتريشن بتاعه كونستنت ولا انكريز ولا ديكريز عندي الكاتاليست في مشكلة كده انا فهمت يعني ايه كاتاليست substance that it changes the speed of chemical reaction without it changing خدت عليها example وخلي بالكم منها hydrogen dioxide water and oxygen water and oxygen الكاتاليست هنا الكاتاليست هنا اللي هو MnO2 اللي هو manganese dioxide عندي انواع الكاتاليست او types of catalyst عندي نوعين في عندي positive catalyst بوزيتيف في عندي نيجاتيف خليه يقلع الكمامه عندي في اما بوزيتيف كاتاليست ونيجاتيف كاتاليست عندي الاسم بتاعه بوزيتيف يعني بيعمل سبيد اب ذا رياكشن بيسرع التفاعل عندي نيجاتيف كاتاليست معناها سلو داون طبعا احنا خدنا اكزامبل عن بوزيتيف اللي هو من عندي السبستانس اسمها مانجانيز دايوكسيد طبعا في اكزامبلز كتير على الكاتاليست انت عندكم اكزامبل ايه؟ واحد اللي هو مين؟ مانجانيز دايوكسيد وما تلخبطش مع مغنيزيوم اسمه مانجانيز، المانجانيز ده رمزه او السمبل بتاعه ام ان مانجانيز دايوكسيد كده انا خدت تعريف الكاتاليست ايه؟ وخدت تايبس اوف كاتاليست ايه؟ بعد كده ناخد حاجه اسمها ايه؟ بروبابيلتيز اوف كاتاليست ايه هي البروبابيلتيز اوف كاتاليست؟ عندي 5 بروبابيلتيز اول واحده ايه هي؟ كلكم فاهمينها دلوقتي ان هو بيعمل ايه؟ It changes the speed of chemical reaction. يبقى دي اول نمبر 1 change the speed of chemical reaction سواء increase او decrease. نمبر 2 catalyst doesn't change in mass or chemical. يعني ايه يا مستر؟ حاطط من المانجانيز دايوكسيد ده 5 جرام هيفضلوا 5 جرام. يعني الماس بتاعته مش هتتغير. والكيميكالز اللي هو الماس هيتغير. يبقى عندي كده خدنا حاجتين. خدنا تو بروبابيلتيز اول حاجه ان هو سبستنس ات تشينج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن نمبر 2 دازنت ات تشينج ان ماس اور كيميكال نمبر 3 دي بقى مهمه جدا قلت لكم ان الكاتاليست ده عمل حاجه كويسه جدا هو عمل بوند مع الرياكتر ارتبط معاه صاحبه وبعد كده ايه خلاه يتفكك بسرعه وبعد كده حصل له ايه سيبريتد فروم برودكت يعني ارتبط الاول بالرياكتر وبعد كده خرج مع البرودكت والاقي نفس الماس هي هي 5 جرام افضل 5 جرام يبقى دي نمبر 3 ان هو بوندد ويز ريأكتنت سيبريتد فروم ايه برودكت
نمبر 4 السيريو سايد لو انا عندي MnO2 ده مش موجود، منجنيز دايوكسيد ده مش موجود، قلت لكم الرياكشن بيكون سلو بطيء. طب هو بيتم ازاي اصلا؟ معنى برضه ان في رياكشن، ايه اللي بيحصل؟ دي ان شاء الله تبقى سكندري 1 باذن الله في كيمستري باذن الله، ان في بعض الرياكشن بتحتاج تاخد انرجي من السراوندنج عشان تتم، سواء بقى هيتنج او اي حاجه ثانيه. فانا لو ما عنديش المنجنيز دايوكسيد ده الرياكشن ده بيحتاج طاقه وبيحتاج انرجي عشان يتم. طب انا لما حطيت المنجنيز دايوكسيد ايه اللي حصل؟ كده انا قللت الطاقه او قللت الانرجي اللي هو محتاجها. يبقى دي نمبر 4 في البروبابيلتيز، ايه هي؟ ان الكاتاليست ديكريز ذا نيدد انرجي فور ذا رياكشن. اي رياكشن محتاج انرجي عشان يتم، فانا لما حطيت الكاتاليست تعتبر قللت الطاقه او قللت الانرجي اللي هو محتاجها. يبقى كده خدت 4 بروبابيلتيز. اول واحده ايه هي؟ قلت نمبر 1 changes the speed of chemical reaction. Number 2 doesn't change in mass or chemical. Number 3 bonded with reactants that separates from product. Number 4 قلت ان هو بيعمل ايه؟ decrease the needed energy for the reaction. Number 5 دي اخر واحده فيهم، ان هو used by small amount، استخدموا كميه ايه؟ قليله. كده انا خدت يعني ايه كاتاليست، وخدت types of catalyst، وخدت كمان properties of main catalyst. الكاتاليست الاكزامبل اللي عندنا اسمه ايه؟ مانجانيز دايوكسيد. مانجانيز دايوكسيد الايكويشن دي مهمه. هيدروجين بيروكسيد ديكومبوز انتو ووتر اند اوكسجين. عندي بعد كده حاجه ثانيه، حاجه يعتبر يعني اخر الكاتاليست او اكس از كاتاليست، يعني بيشتغل زي الكاتاليست بالظبط، حاجه اسمها انزيم. ايه الانزيم ده يا مستر؟ الانزيم ده بيكون موجود في البلانت والانيمال والهيومن. ايه ده واحد اسمها في انزيم؟ اه كنا خدناها في برايمري فور، ان في حاجه بتخرج من الاستومك، في حاجه بتخرج من الليفر، بتعمل ايه؟ هيلب ان دايجستشن اوف فود، بتساعد على هضم الاكل. بعض الايه؟ جوز، كنا ناخد كده حاجه اسمها باي جوز، حاجه اسمها جاستريك جوز. عندنا ده الانزيم اللي موجود في جسمنا او موجود في البلانت او الانيمال، حاجه برضو بتعمل انكريز للسبيد اوف كيميكال ايه؟ رياكشن. طب عندنا اكزامبل زي ايه؟ كل بقى ركز معايا. مش هحط هنا بقى مانجانيز دايوكسيد، يعني هشيل المانجانيز دايوكسيد ده، هجيب الماده عندي، الماده اللي هي الهيدروجين بيروكسيد، احط عندي التوتال ايه؟ سويت بوتيتو، سويت ايه؟ بوتيتو، سويت بوتيتو. ايه اللي هيحصل؟ الاقي الاماونت اوف بابلز انكريز، اماونت اوف بابلز انكريز. ليه يا مستر؟ ايه اللي حصل؟ سويت بوتيتو دي فيها ايه؟ فيها انزيم اسمه ايه الانزيم ده؟ اوكسيديز انزيم. ايه ده؟ ده علينا يا مستر؟ اه جوه الايه؟ سويت بوتيتو في حاجه اسمها اوكسيديز انزيم، اول ما حطيتها في الرياكشن خليته ايه؟ فاست سريع هيتم بسرعه. يعني برضو يعتبر هنا اشيل بقى مانجانيز دايوكسيد ده واكتب ايه؟ نفس الايكويشن هي هي، واكتب هنا ايه؟ اوكسيديز انزيم. واحد يقول يا مستر اوكسيديز انزيم ده موجود فين بالظبط؟ في دي يا مستر، سويت بوتيتو، سويت ايه؟ بوتيتو. فيها انزيم بيعمل ايه؟ انكريز السبيد اوف كيميكال اكشن. يبقى كده معناه ان انا خدت حاجه موجوده في السويت بوتيتو اكس از كاتاليست، تشتغل زي الكاتاليست بالظبط، جايه من عندي اوكسيديز ايه؟ انزيم. اوكسيديز انزيم موجوده فين دي يا مستر؟ موجوده في السويت بوتيتو. عليا برضه مهمه. يبقى انا كده خدت تو اكزامبل، ماده اسمها مانجانيز دايوكسيد وماده ثانيه اسمها ايه؟ اوكسيديز ايه؟ انزيم موجوده في السويت بوتيتو. بعد كده عندنا دي اخر حاجه، الاثنين دول طبعا موجودين في يونت 1 في حاجه اسمها لايف ابلكيشن. طبعا احنا كده يبقى خلصنا يونت الكيمستري اللي عندنا. هو مدري يا مستر كاتاليت الكونفرتر ده موجود حاجه زي الفلتر كده موجود في العربيه، اللي بيعمل ابزورب للهارمفول جازز اسمه كاتاليتيك كونفرتر. كاتاليتيك كونفرتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميتاليك كان، ميتاليك كان بيكون جواها سمول سيراميك سيلز كفرد ويز بلاتينيوم، بس بيكون على شكل ديفايدد فورم متفتفته. ديفايدد فورم متفتفته عشان تحصل ايه؟ عشان يخلي الرياكشن يكون فاصل.
بعد كده عندنا اخر حاجه اللي هي يوز صوديوم ايه؟ صوديوم بيكربونات. صوديوم بيكربونات ده ليه استخدامات كثيره جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. هو السلام عليكم. احنا معانا طلبه في البيت. عندنا صوديوم بيكربونات الكيميكال فورمولا بتاعته NaHCO3 ليه يوزز استخدامات بتاعته ايه هي؟ ايه الاستخدامات بتاعته؟ ليه كذا استخدام؟ اول حاجه ممكن استخدم صوديوم بيكربونات ده ان جاردن بيعمل ايه؟ تو كيل انتس. بستخدم برضه الماده دي في حاجه ثانيه بستخدمها في بولشنج ميتال اللي هو تلميع المعادن عندنا زي مثلا عندي سيلفر اي حاجه سيلفر ممكن اعمل لها بولشنج عن طريق ايه؟ استخدام الماده دي باي يوزنج الومنيوم فويل. بجيب كده الومنيوم فويل واحط عليه البودره اللي هي صوديوم بيكربونات وابدا اعمل بولشنج ليها المعها. عندي كمان استخدام الصوديوم بيكربونات بنستخدمه في ايه؟ بحطه في الكيتشن سينك. كيتشن سينك عندي الحوض مثلا بتاع المطبخ يكون فيه مثلا مسدود فالميه بتنزل بالراحه يا مستر. عاوز اخلي الدريننج اوف ووتر يكون ايزي بسهوله ويكون ما فيش سد او اي حاجه اروح احط الماده دي ان اتش سي او 3 تبدا تعمل حاجه اسمها دريننج اوف ووتر ايزي. برضو عندنا ممكن نحطها في الويست باسكت. الباسكت اللي عندنا بتاعت الويست نحطها عشان تعمل ايه؟ تو جيت ريد اوف ايه؟ باد سمال. يبقى احنا كده خدنا ده يعتبر نهايه ليسون 2. خدت يعني ايه كاتاليست وخدت التايبس اوف كاتاليست وخدت البروبيرتيز اوف مين كاتاليست وخدت عندي كمان ايه الانزيم وحاجه اسمها الكاتاليست كونفرتر واليوزز اوف صوديوم ايه بيكربونات. ان شاء الله هننزل باذن الله ريفيجن على يونت 1 كويستشن على يونت 1 عشان نبدا بعد كده الاسبوع الجاي باذن الله في يونت ايه يونت 2. تمام كده يا مستر.